السلام عليكم. لو انت بترسم حاجه صغيره قوي هتجيلك رساله اسمها element is too small on screen. يعني لما تيجي ترسم كده وتقول له انا عايز ارسم لاين ترسم فاميلي وجاي بقى حته صغيره خالص قوي كده، يعني كده قابل مثلا واحد كده يقول لك لا مش هينفع حاجه صغيره قوي ده 0.00 بوينت يعني. ف هي ساعات بتضايق تمام، والناس بتبدا تدور على حلول، وفعلا في حلول موجوده على موقع اوتوديسك تمام. يعني بيقول لك لو انت مهتم جرب تعمل زوم، جرب تتحرك بالماوس، جرب هنا جرب هنا بلا بلا بلا. بس هو يعني كلام منطقي تمام، لان ممكن تكون انت عمال ترسم تفاصيل 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 فاميلي صغيره، بينما لما هتحطها في قلب المشروع بشبان تمام، بالعكس هتقل الجهاز ان هو يقعد يحسب الحاجات الصغيره دي، تلاقي الموديل تقيل جدا مش عارف ليه. يعني من ضمن الحاجات ان في مشروع كنا لاقيين ان اتقل حاجه الفاير، لان اللي حط السبرينكلر لقى فاميلي جميله جدا ومحطوطه بالظبط واخده زخارف وجميله ويعني بتنور في الضلمه، فراح حاططها. بس هي يعني منطقيا ملهاش لازمه، يعني لما نيجي نفكر كده التفاصيل دي كلها بكل الحاجات دي اللي هي بتاخد حسابات كأن انت باني فيلا في قلب النقطة الصغيرة دي، هتبان نقطة يعني لما تيجي تطبعها او تصدرها اوتوكاد هي نقطة. كل الزخرف دي بشبان، كل الزخرف دي بيتحمل على الجهاز بدون فايدة تمام. ف يعني في قاعدة كده ان لو الحاجات صغيرة خالص تمام ممكن تهملها، يعني مش لازم لا انا عندي دقة وضمير والحاجات دي كلها، بينما حاجة هتاخد منك شغل كتير وشبان اصلا.